الجولة 24 تقترح علينا مواجهات مثيرة وتشهد استقبال رواد الترتيب بملعبهم لمنافسيهم فوف قصدي في وجه نصر حسين داي في فرصة لتعزيز الصدارة، ونفس الحال ينطبق على الملاحق شبيبة الثورة لما يستقبل نجم مقرى الباحث عن ضمان البقاء. أما الطرف الثالث في البوديوم فسيواجه بميدانه الجاري اتحاد بالعباس في دربي الغرب. جولة تقترح علينا أيضا مباريات أخرى متكافئة وواعدة على غرار القمة بين اتحاد الجزائر المتعثر في المدية وشباب قسنطين المنتشي بفوز على مولودية الجزائر التي ستستقبل بميدانها سريع غريزان للتدارك. كما ستحظى حتما مباراة أمل عين مليلة أمام المتألق قارية شبيبة القبائل بالمتابعة على غرار مباراة شباب الوزداد المجبر على الفوز أمام أولمبي المدية الذي لا يستسلم بسهولة. بقية المباريات ستطغى على حسابة البقاء، فشباب آل البرج يستقبل أتلتيك بارادو وجمعية تشلف تواجه شبيبة سكيكدا، في حين أن اتحاد بالسكرة يستضيف وداد الحسام.